في أشياء مش مفهومة ولا دخلت مخي. إيش اللي مش مفهوم؟ إنه يتم حجز الناس في الباص وتظل واقف ولا تعمل شيء. افهم، أحيانا التخطيط يعتمد على عامل الصبر، والمقابل خصمك ييأس منك سريع. سمعت لعبة عض الأصابع؟ لا. هذه لعبة يلعبوها خصمين، كل واحد يحط صباعه بفم الثاني ويعض، اللي يصبر على الألم يفوز، واللي يصرخ من الألم يخسر. الموضوع سيطرة وصبر. إيش من سيطرة والكرة نفقدها كل يوم؟ خلي هيثم يفكر، لأنه كل خطط لاقتحام الباص بتكون فاشلة طالما البريطانيين رافضين أي اقتحام بالقوة، وطالما احنا مانعين الشرطة أنها تقتحم الباص احنا بالسليم. تقصد الموضوع بيد الإنجليز؟ بيدي أنا والإنجليز. أنا أراهن على فقدان صبر الإنجليز وصولهم إلى حالة يأس من الجانب اليمني الرسمي. طيب إيش الفائدة؟ وقتها بقوم بالتفاوض مع البريطانيين مباشرة وأفرض شروطي. شروطك؟ لما يكون الملف بيد سعيد شروطي بيكون لها إذن اسمعها.